وهكذا مشاهدينا الكرام تابعنا جلسة حوارية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من مقر هيئة الاستثمار حول وثيقة ملكية الدولة للأصول. وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تدشين بدء حوار الخبراء لهذه الوثيقة. ولمزيد من المتابعة والرأي والتعليق حول هذه الوثيقة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. تحياتي لحضرتك يا فندم والأستاذ المشاهدين. أهلا بك. يا ترى كيف تنظر إلى بنود الوثيقة بما احتوته بالطبع من أنشطة وقطاعات لتخارج الدولة من عدمه وأهداف ذلك والمدى الزمني، يعني كيف تنظر للأمر برمته وللفلسفة والمنطق الذي بنيت عليه هذه الوثيقة في هذا التوقيت على وجه التحديد؟ يعني في الحقيقة هذه الوثيقة ليست الأولى ما بين دول العالم، يمكن سبقتنا بعض الدول لهذا وهي دول مهمة جدا للتجربة التنموية المصرية زي الصين والهند. واحد من أهم ملامح هذه الوثيقة ان احنا بنتكلم على وثيقة الجهد فيها يمكن بقاله اكتر من 7 شهور من مجموعة متخصصة، ورغم ذلك بنتكلم على ان بيتم عرضها للحوار المجتمعي وللتحاور مع الخبراء والمتخصصين والاكاديميين، وده بيعني مزيد من المشاركة من القطاع الخاص المصري او من الخبراء الاكاديميين من خارج الحكومه في وضع هذا التطور. ودي تمه وخاصيه مهمه جدا في خصائص برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اللي بيتم من 2016، وهي فكره المشاركه المجتمعيه واستخدام التخطيط العلمي المدروس للوصول الى النتائج المرجوه. يمكن الوثيقه كمان بتاتي بتصور مهم جدا جدا وقناعات موجوده لدى القياده السياسيه المصريه والحكومه. الاولى ان القطاع الخاص هو الافضل في الاداره والتشغيل زي ما دوله رئيس الوزراء قال النهارده، وبالتالي اسهام ومشاركه القطاع الخاص بمعدلات اكبر في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وكذلك في مساهمة هذا القطاع في إدارة مجموعة من الأصول المشتركة اللي موجودة للدولة المصرية هو أمر في غاية الأهمية. بنتكلم عن أصول تعادل 10 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات الموجودة في الوثيقة في مجموعة من القطاعات، وهي قطاعات هامة جدا. نتكلم عن التعليم، الصحة، البنية الأساسية، وبالتالي القطاع الصناعي وهو ملف هو الأهم لمصر في ال10 سنين اللي جاية أن يكون على رأس الأولويات. وبالتالي الوثيقة هي بتضع صياغة مسار للمستقبل بشكل واضح وشفاف وبالمشاركة من مختلف الأطراف، وهو أمر مهم جدا. الاقتصاد المصري في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لدينا كثير من الإحجام من القطاع الخاص المصري، خلينا نقول، وده طبيعي بعد تحول الوضع السياسي من وضع فوضوي وكارثي وقت حكم الإخوان المسلمين وخطر تفتيت الدولة، إلى الانتقال إلى أن حصل استقرار سياسي وأمني. طبيعي أن يعني القطاع الخاص بعد هذه المراحل بيبقى مش مقبل قوي على التنمية، ولذلك كان عشان نقدر نحقق معدلات النمو اللي حققتها مصر في الفترة الأخيرة والمؤشرات الاقتصادية أن تساهم الدولة بنسب أكبر في الناتج المحلي وفي المشروعات، لحين كمان مراجعة كتير جدا من الصياغات في ال6 سنين اللي فاتوا دول. احنا شفنا قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعديلات في قانون الاستثمار، تعديلات في قوانين الجمارك، أيضا صياغة للسياسة النقدية والسياسة المالية المصرية، تطبيق النظم حديثة في الدولة سواء لإدارة المالية العامة الحكومية
او في اجراءات زي الاجراءات الجمركيه او غيره من اجراءات الاستثمار وتاسيس الشركات المنظومه الالكترونيه للضرائب. كان عندنا مجموعه من العوامل المهمه جدا اللي كانت محتاجه تكون موجوده قبل ما نقدر ندخل القطاع الخاص بشكل اكبر للمساهمه في الناتج المحلي. فاعتقد المرحله القادمه الدوله بتعلن بشكل رسمي وبتؤكد ده من خلال اجراءات التجاره والاعلان على وجود هذا التوجه نحو مزيد من فتح الابواب وتشجيع لمشاركه القطاع الخاص المصري والاجنبي، وده مهم جدا. لن نستطيع جذب استثمارات اجنبيه دون ان يكون لدينا رؤيه واضحه ولا دون وجود ايضا القطاع المصري سواء على مستوى المشروعات الصغيره او على مستوى الشركات الكبرى ضمن مكون الاستثمار المحلي المصري ضمن الاستثمار الاجمالي. دكتور عمرو، الانشطه يعني سيتم التخرج منها أو تتخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والأنشطة التي ستبقي الدولة فيها استثماراتها، يعني بالنظر إلى الكلمة الختامية لرئيس الوزراء في هذه الجلسة الحوارية وإشارته إلى نجاح تجربة التنمية في بعض الدول أو في الدول التي كانت لها فلسفة اشتراكية سابقة بمزيد من الانفتاح على القطاع الخاص، في إشارات واضحة ربما لكثير من الدول في الشرق، يعني كيف تنظر إلى القطاعات التي اختارت الدولة البقاء فيها من التي اختارت التخرج منها بالنظر إلى المعايير الستة المتعلقة بعملية التخرج وبالنظر إلى بعد الأمن القومي في هذه المعايير؟ بص حضرتك، يعني في كل الأحوال احنا دخول القطاع الخاص بشكل واضح وصريح وقناعة القيادة السياسية بشكل مؤسسي والحكومة المصرية على دخول القطاع الخاص إلى بعض أو كل القطاعات هو أمر هام جدا ويعتبر نقطة فاصلة في التاريخ الاقتصادي القادم لمصر إذا ما أحسن استخدام هذا وتم إدارته. وأعتقد التخطيط الجيد اللي احنا شايفينه بيقول ده. احنا بنتكلم في توجهات الملكية ان التخرج ده يتم خلال ثلاث سنوات، وبنتكلم على مجموعة من الأنشطة في قطاع الزراعة مثلا زي الزراعة السمكي، الثروة الحيوانية، الحبوب ما عدا القمح. وهنا نشوف ازاي ان هذه الوثيقة او المبادئ الموجودة في الوثيقة شايفة بالضبط وتستطيع التفرقة ما بين ما هو أمن قومي ويحتاج إلى تدخل الدولة بشكل كبير زي القمح وباقي المحاصيل الموجودة زي المحاصيل البستانية وغيرها. مثلا في أنشطة الاتصالات والتكنولوجيا، أنشطة البرمجيات والحاسب أو في تجارة التجزئة لا حاجة للدولة ملحة أنها تكون موجودة في هذه القطاعات ويمكن التخرج منها بسهولة جدا، إنما بعض الأنشطة الأخرى في البنية الأساسية زي الكهرباء مثلا وغيره من الصعب أن نتحدث عن خروج للدولة. بالتالي القطاعات الأكثر اتصالا وأولوية بالمواطن والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولة لن تخرج منها من المستحيل. تمام، وصلت الفكرة. اتفضل. بشكرك شكر جزيل دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، ونتحول عبر الهاتف إلى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. مساء النور. دكتور هشام، يعني بالنظر إلى هذه الوثيقة المبنية على مسودة يبدو أنها نتاج لحوارات اقتصادية معمقة على مدار 7 أشهر، ويبدو أنها أيضا مطروحة للنقاش الاقتصادي للفترة المقبلة لبعض الوقت، يعني كيف تنظر إليها
وما هي أهميتها السياسية والاقتصادية بالأساس بالطبع، خاصة في هذا التوقيت في المحيط الإقليمي وتحت تأثير المتغيرات الدولية المعروفة لنا جميعا الآن؟ هو بداية مفيش دولة تسعى لزيادة القيمة المضافة و لإدارة كفؤة لمواردها، وزي ما أشار السيد دي اسمك سوراء ملهاش أو ما عندهاش حصر بما تمتلك الدولة من أصول. فكان نقطة البداية أنه إزاي يكون هذه الدولة بها سجل لحصر كافة ما هو مملوك للدولة، مش بس حصر مادي لكن كمان الأقصى أهمية هو تحديد هوية هذه الأصول ومدى إدارتها وكيف تدار. ودي نقطة البداية صحيحة. الأمر الثاني هو أنه الحقيقة قد يبدو في أذهان البعض من رجال الاعمال انه ما زالت الدوله منخرطه في عمليه الاستثمار بشكل كبير للغايه، وده الحقيقه قد يكون له بعض التحذير او البعض الحقيقه لا يحبذه من القطاع الخاص. وبالتالي الحقيقه وثيقه ملكيه الدوله مش بس انها بتحصل ما هو متاح لدى الدوله من اصول والبدائل المختلفه لاداره واداره اقتصاديه سليمه، لكن كمان الحقيقه تحدد المجالات اللي هي الدوله سوف تستمد فيها والمجالات اللي هي الدوله يمكن ان تتخطط فيها خلال عدد من السنوات علشان يكون التحدي والمسؤوليه امام القطاع الخاص، بمعنى انه هيكون هناك قطاعات اقتصاديه بالكامل متروكه للقطاع الخاص علشان يلعب فيها الدور الاهم والابرز في اطار عمليه التنميه الاقتصاديه ككل. وبالتالي الحقيقه دي مساله ورساله هامه للغايه بتوجه للقطاع الخاص في الوقت الحالي اللي كان بيتشكك انه الدوله الحقيقه موجوده وبتتنافس، اخذا في الاعتبار انه الحقيقه كل ما قامت به الدوله من استثمارات عامه خلال السنوات الثمانيه الماضيه كان منذ اليوم الاول معلوم للجميع انه هذه استثمارات ليست نهائيه، بمعنى انه دي استثمارات المفترض هياتي عليها استثمارات من القطاع الخاص. اخذا في الاعتبار انه ما قامت به الدوله ما كانش ممكن لانه القطاع الخاص يقوم بيه. وبالتالي الحقيقه الدوله اللي عملته خلال السنوات الثمانيه الماضيه من ضخ استثمارات كبيره للغايه في العديد من قطاعات التشطيب الاقتصادي كان هدفها الاساسي انها تفتح شرايين للقطاع الخاص عشان يتحمل مسؤولياته في اطار عمليه التنميه الاقتصاديه. وهو ده اللي احنا الحقيقه وصلنا له الان. والحقيقه هي مش بس مجرد دعوه للقطاع الخاص علشان يبتدي يضخ استثمارات، اخذ في الاعتبار انه احنا الحقيقه محتاجين استثمارات وبارقام كبيره للغايه لمواجهه التحديات اللي بتواجهنا، سواء كان التحديات الداخليه المتمثله في زياده الكثافه السكانيه او التحديات الخارجيه اللي بتواجهنا بقى، سواء كان جائحه كورونا او الحرب المشتعله في اوكرانيا او غيره. وبالتالي احنا امامنا تحديات كبيره للغايه تحتاج لاستثمارات ضخمه في كل قطاعات النشاط الاقتصادي، اخذا في الاعتبار لما نيجي نبص على ارقام الواردات وارقام الصادرات، لا بالفعل نحن نحتاج لارقام استثمارات كبيره على الاقل لاحلال ما يتم استيراده من الخارج علشان نخفف الضغوط الملقاه على الموارد النقد الاجنبي. لكن كمان ناكد على انه هذه الاستثمارات العامه اللي هي قامت بها الدوله خلال الاعوام الثمانيه الماضيه كان هدفها الاساسي انها تفتح شرايين جديده للقطاع الخاص. وبالتالي ما تم هو مزيد من خلق فرص للاستثمار امام القطاع الخاص. آن الأوان بقى في الوقت الحالي أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولياته ليتحمل مسألة التنمية الاقتصادية بشكل كامل ويتعامل مع التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. دكتور هشام، يمكن معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كرر في أكثر من مرة ذكر فكرة الحياد التنافسي في إشارة إلى عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص في بعض الأنشطة، بالنظر إلى أهمية ذلك في توفير مزيد من فرص العمل، هل يمكن القول أو هل يصح القول أيضا أنه الدولة تفعل ذلك حتى تخرج يعني من دائرة الاتهام بأنها متداخلة في كل الأنشطة وحتى تساهم بشكل ولو غير مباشر في فتح مزيد من فرص العمل؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ طب خلينا نرصد الواقع ليس بغرض تبرير ما قام به الحكومة، لكن خلينا نرصد الواقع. منذ ثمانية أعوام هل كان يمكن القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته وأن ينفق كافة الاستثمارات كلام سليم كافة شرايين القطاع سؤال في محله فعلا؟ بالتأكيد لا. احنا الحقيقة منذ ثمانية أعوام كان الحقيقة معامل المخاطب مرتفع للغاية، كنا صحيح خارجين من ثورة 30 يونيو والحقيقة كان الأمر ملتبس أمام الجميع. الأمر الثاني في إطار الحكومة وتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه المواطن قبل ما يبقى تجاه مستثمر رجل الأعمال، هل كان يمكن الحكومة أن تنتظر بعيدا عن تقديم او انتاج الخدمات اللي محتاجها المواطن في الطرق في الكباري في الصحي في الشرب في الكهرباء في الغاز في البترول وما الى ذلك؟ ما كانش ممكن. فالحقيقه اللي قامت به الدوله ما كانش الحقيقه اختيار،
ده كان الزام عليها واجبها الوطني تجاه المواطن اللي بيحتاج لخدمات ما كانش ممكن انها تستمد في هذا الدرجه من السوق اللي كانت موجوده عليه. الامر التالي، هل كان يمكن القطاع الخاص منذ 8 اعوام او 6 اعوام قبيل ان تنطلق كافه هذه المشروعات القوميه اللي قامت بها الحكومه او الدوله، كان يمكن القطاع الخاص ان يتقدم للسمارت؟ مساله صعبه للغايه، لانه اذا كانت الكهرباء بتنقطع على خطوط الانتاج، اذا كانت الطرق مؤلهله وبها اختناقات كثيره للغايه، اذا كان الوقود مش متاح، اذا كان كل ما تم مش متاح، طب هو المستثمر هيجي يعمل ايه؟ وبالتالي الحقيقه اللي قامت به الدوله كان واجب مش بس تجاه المواطن لكن كمان كان تجاه مجتمع الاعمال. يعني اللي احنا بنتحدث عنه حاليا هو مساله مختلفه تماما، انه من 8 اعوام او 6 اعوام او 4 اعوام كان ممكن نسال رجل الاعمال هل لديك رغبه ان انت تستثمر؟ هيقول استثمر ازاي واحنا ما عندناش الحد الادنى من الاحتياجات الاساسيه. فاما وانه هذا القدر مش الحد الادنى، اتصور انه الحد الاقصى، لانه ما تم توفيره مش بس بيلبي احتياجات المستثمر في الوقت الحالي لكن لعشرات السنوات القادمه. وبالتالي هو بقى التحدي او السؤال الثاني الصعب اللي بدينا نسمعه على السنه مجتمع الاعمال، هو الحكومه بتنافس مجتمع الاعمال؟ لا على الاطلاق، الحكومه كانت مضطره انها تعمل هذا الامر لانه كنا محتاجين نرفع مستوى معيشه المواطن، كنا محتاجين ان احنا نفتح شين جديده للقطاع الخاص علشان يعمل ويشتغل، كنا محتاجين ان احنا نعمل مشروعات قوميه علشان بترفع من كفاءه الاقصاء ككل، مشروع تبطين الترع، مشروع الطرق، مشروع الاستزراع السمكي وغيره وغيره، ده كان بيعد جزء من الامن القومي. وبالتالي كان مهم جدا ان الدوله تتحرك في هذه الامور حفاظا على الموارد الاقتصاديه هذه الدوله، لكن احنا الحقيقه وصلنا لمرحله انه لا، لو ان القطاع الخاص يدخل، طيب حتى اذا كان هناك بعض الشكوك للقطاع الخاص انه هينافس الحكومه ودي هتكون منافسه غير عادله، لا الحكومه حاليا بتعلن وثيقه ملكيه الدوله من خلال عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي اللي هتتخرج منها بالكامل خلال عدد من السنوات، عدد اخر من قطاعات النشاط الاقتصادي اللي يمكن ان يكون هناك في اطار من التكامل وليس المنافسه، التكامل فيما بين الحكومه والقطاع الخاص، وعدد من القطاعات هيظل الدوله بتلعب فيها الدور الاهم مش لرغبه من الدوله لكن لانه معطيات الامن القومي، لانه القطاع الخاص لن يستطيع ان يكون بهذه الادوار، فبالتالي هي الحكومه بتبقى مجبره انها تقوم بهذه الادوار. لكن اتصور ان الصوره واضحه تماما حاليا امام مجتمع الاعمال. هيتبقى بقى السؤال الاهم والاصعب الى اي مدى مجتمع الاعمال مش بس راغب لكن كمان قادر انه يتحمل مسؤوليته في هذه التوقيتات الصعبه. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. الدولة تمتلك أو بتتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض إنها تبقى موجودة فيه. ويمكن عشان كده كان دوافعنا لعمل هذه الوثيقة إن إحنا لازم رؤيتنا لهذا الموضوع إن إحنا داخلين في مرحلة جديدة ولابد إن الدولة من هذه المرحلة تبدأ إزاي تقلص من تواجدها وعلى حساب إن القطاع الخاص هو اللي يقود المسيرة مرة أخرى. وعشان كده يمكن بناء على طبعا توجيهات فخامة الرئيس اللي كان قالها في إفطار الأسرة المصرية في رمضان، ولما عقدنا مؤتمر صحفي عالمي كحكومة أعلمنا صراحة إن مستهدفاتنا إن نصيب أو نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة يزيد من 30% النهاردة إلى 65% في خلال ال3 سنوات القادمة، عشان نستهدف إيه؟ إن نحافظ إن معدل نمو الاقتصاد المصري ما يبقى في الفترة القادمة 7% ويا رب يبقى أكتر من كده في خلال الفترة الجاية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات اللي العالم كله بيواجهها، لكن كدولة زي مصر مع التحديات اللي موجودة مع الزيادة السكانية الكبيرة اللي بتحصل كل سنة ما عندناش بديل آخر غير إن احنا نتحرك في هذا الموضوع. ولمزيد من المتابعات والتعليقات تنضم إلينا في استوديو النيل الأخبار على الهواء مباشرة الأستاذة مريان عزمي خبيرة أسواق المال. أهلا بك يا أستاذة مريان. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مستمعين. أهلا بحضرتك، ويعني لو حضرتك ربما تكوني يعني في الطريق ما أتيحتش لحضرتك الفرصة تتابعي هذه الجلسة الحوارية لرئيس الوزراء في مقر هيئة الاستثمار حول وثيقة يعني ملكية الدولة للأصول، لكن بشكل عام والبنود معروفة في تخارج بعض القطاعات أو تخارج الدولة من بعض القطاعات والإبقاء على بعض
القطاعات الأخرى. يعني كيف تنظرين للأمر بصورة مبدئية في العموم في البداية؟ مبدئيا لازم نبقى عارفين ان اللي بيتعمل دلوقتي ما هواش ليه علاقة بما سبق، يعني بما سبق كان ليه ظروف سياسية واقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى علشان حماية الأمن الوطني للبلاد. وطبعا احنا عارفين كلنا الظروف اللي مرت بيها مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا. الفترة المقبلة التوجه مختلف، وده مش أول حوار يجري فخامة رئيس الوزراء بهذا الشأن. طيب المعالم الرئيسية بتتحدد في تخارج الدولة من بعض أصولها. في كتير من المستثمرين أو المستمعين لما بيسمعوا الجملة دي بيخافوا، ونقدر نقول نوعا ما معاهم حق، لأن هم مش فاهمين يعني إيه تخارج. تخارج مش يعني بيع كامل، الدولة مش هتبيع كامل حصصها في كل ما تمتلك، لا تخارج جزئي. يعني ايه جزئي؟ يعني وليكن عندها 100% من شركة معينة هتبيع 30%، هتبيع 40%، في كل الأحوال أقل من النص، علشان تسمح للقطاع الخاص أو المستثمر أجنبي إن يدخل معاها في ملكية هذا المنشأة. طيب ده هدفه ايه؟ هدفه اني اولا ادخل سيولة جديدة، وده شيء جيد جدا، ان يكون في فكر جديد في مجلس الادارة والادارات التابعة علشان تقدر تدير، فبالتالي يكون في انتاجية اكبر لهذه المؤسسات. طيب في بجوار ده، او يعني بالاضافة الى التخارج الجزئي للدولة من بعض الاصول المملوكة ليها، في كمان قطاعات مش هينفع ان الدولة تيجي جنبها نهائي لانها قطاعات استراتيجية، تمام؟ وده هيكون طبعا اعتقد ان الدولة حددت بصورة او باخرى القطاعات دي بالظبط. يعني هو حتى نقدر نميزهم ان صح التعبير وفقا لما هو منشور عن هذه الوثيقة، وتوافقين الرأي او تصححي لي المعلومة يا استاذة مريان، الى ثلاث قطاعات، قطاعات لن تتخرج منها الدولة، تمام، وقطاعات ان صح التعبير ستتركها للقطاع الخاص إذا كنت فهمت بصورة صحيحة بعض هذه القطاعات، وقطاعات ستخرج منها بشكل جزئي كما أشرت حضرتك، أو يعني ستتيح فيها الفرصة للقطاع الخاص دون الخروج منها بشكل كامل يعني. تمام. القطاعات الاستراتيجية اللي الدولة مش هتيجي جنبها أو هتفضل ملكية خاصة للدولة، ده موضوع مش بتاعنا، أو يعني مش ده مجال حديثنا للنقاش. المجال الحديث بيقتصر على النوعين التانيين اللي هو سواء كان للقطاع الخاص بنسبة 100% أو مشاركة الدولة فيه. طيب الهدف إيه؟ أو ليه بيحصل كده دلوقتي؟ هو ده اللي المهم عندي إن الناس تفهمه. إحنا كلنا بنعاني اقتصاديا، تمام، سواء كانت بظروف الاقتصاد العالمي والأزمات العالمية الأخيرة، نعم، تمام، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي حصلت، كلنا متفقين إنها كانت جيدة ولكن المواطن المصري لم يشعر بعد بنتائجها. نعم. طيب أنا لما أزود النشاط الاقتصادي، يعني إيه النشاط الاقتصادي؟ يعني كل الدولة تشتغل، نبتدي نعمل شغل لجميع فئات المجتمع بصورة أو بأخرى، من أول المحل الصغير للمصنع الكبير، كل من لديه أموال يقدر يشتغل ويعمل استثمار، يعمل مكان شغل، أو إذا كانت منشأة قائمة بالفعل يدخل فيها شريك. ده هيولد ايه؟ هيولد زيادة في العمالة، فرص العمل، نعم، فرص العمل، زيادة فرص العمل الحقيقية، نعم، الحقيقية للمواطنين، زيادة في الانتاج الصناعي، فبالتالي ده هيؤدي الى تشابك مع القطاعات الاخرى، فهيحصل نمو اقتصادي حقيقي. سيبنا من الارقام الكبيرة اللي الناس مش بتشعر بيها، خلينا نتكلم على مستوى الشارع ونقول ان المواطن البسيط محتاج انه يشتغل، يقبض في ايديه فلوس علشان يقدر يكفي مستلزمات بيته ويكون في ادخار، وده الهدف من الكلام الكبير اللي بيتقال دلوقتي، وهو بشكل ربما يعني ضمني اكيد هيؤدي الى زيادة الانتاج اللي هو ضمنا زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل. صحيح. وهم دول اهم بندين الدولة لازم تشتغل عليهم، لان احنا القطاع الصناعي، القطاع الانتاجي بصفة عامة سواء كان صناعي او زراعي او حتى انتاج حيواني، هو الاساس في نمو اي اقتصاد دولة على مستوى العالم، وهو ده اللي التوجه الحالي للدولة، اني ازود الانتاج الصناعي الاقتصادي الحقيقي للناس انها تشتغل وتجيب
انتاج، والانتاج ده يزود لي فرص عمل، وهذا الانتاج يؤدي كمان بيا لوفره ماديه مع او سيوله ماديه مع المواطن البسيط. جميل، هنسمع مع حضرتك جزء من تصريحات رئيس الوزراء اللي يمكن بتؤكد نفس المعنى، حيث اكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان التخارج لا يعني بيع اصول الدوله والخصخصه الكامله، مشيرا الى ان هناك 7 آليات لسياسه التخارج، موضحا ان حجم تواجد الدوله في عدد كبير من الشركات التي انشئت تتداخل مع بعضها. فيما يخص التخارج، لان لما قلنا كلمه التخارج بعض الناس فهمت ان معناها ان انا ببيع اصول الدوله وبعمل خصخصه كامله. لكن اللي احنا وجدناه ان هناك الحقيقه، وده اللي شفناه في كل العالم، في هناك مجموعه من الاليات اللي اسمها الاليات تخارج الدوله من النشاط الاقتصادي سواء كليا او جزئيا. هم 7 آليات، بعضهم بيبقى بموضوع ان نعمل فعلا بيع سواء كلي او جزئي، ده من خلال ان بندخل مستثمر او مستثمرين استراتيجيين، او نطرح نسبه من هذه الشركات والاصول في البورصه للمصريين عشان توسيع قاعدة الملكية للمواطنين المصريين، وده بيبقى بآليات محددة. لكن في حاجات تانية انها بتبقى التخارج بان الدولة ممكن بتحتفظ بالاصل ان هو مملوك ليها، ولكن بتدي الادارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص. من جديد لحضراتكم التحية مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو الاستاذة مريان عزمي خبيرة اسواق المال، واثناء هذه البيت أو هذه الجزئية من تصريحات رئيس الوزراء كنا نتحدث عن ماذا يريد المصريون وماذا تريد مصر مثل هذه الوثيقة. يعني إحنا محتاجين إيه، أو إيه اللي إحنا ممكن نكون بنطمح إليه كمصريين من هذه الوثيقة؟ حلو قوي. مبدئيا معالم هذه الوثيقة لسه مش محددة بعد بالنسبة للرأي العام. تمام، فنرجو ان يتم نشر ولو مقتطفات الوثيقه هتدور حوالين ايه او اهم البنود المكونه ليها. تمام، اذا كنا هنفتح حوار مجتمعي ليها، واذا كان بتعد من حوالي 6 شهور، ده معناه ان في دراسات قويه جدا علشان تكون للصالح العام. طيب، حتى هذه اللحظات نقدر نقول انها مش واضحه للكل، فعلشان نقدر نحدد بالاخص احنا متطلبات او هتفيد قد ايه، ويكون في ليها حوار مجتمعي، يا ريت يكون في نشر البعض حتى السيناريوهات المقترحه. طيب، احنا كاقتصاد دوله محتاج ايه في الفتره الحاليه؟ محتاج يحدد لي اولا ضوابط دخول القطاع الخاص، بس ضوابط مش تعسفية، يعني ضوابط مرنة، ضوابط تسمح للقطاع الخاص انه يحط فلوس ويكسب من وراها، مش يدخل فلوس بشراكة قوية جدا وفي نفس الوقت يلاقي ان العائد في الاخر هيكون بالسلب او حتى من غير زي ربح. ده مش هيحقق للدولة اللي هي عايزاه. اللي هيحقق للدولة اللي هي عايزاه ان القطاع الخاص لما بيحط جنيه ياخدوا 2 جنيه وياخدوا 3 جنيه، وده هيعود بالنفع على القطاع الخاص وعلى الدولة من الناحية التانية وعلى المواطن البسيط من الناحية التالتة. دي نمرة 1. نمرة 2، آلية الدخول والخروج. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة هدخل شراكة بصورة او باخرى، هل دخلت ازاي اضمن تخارج، او انا كمستثمر ازاي اضمن خروج بصورة سهلة ومريحة وفي نفس الوقت من غير ما تحقق لي خسائر. تمام؟ نقطة كمان، القطاع الخاص مش هيدخل وهتبقى سداح مداح، لا، احنا عايزين ضوابط عمل القطاع الخاص، سقفه ايه؟ تمام؟ بس برضو بما لا يخل بمكسب القطاع الخاص والدور المجتمعي ليه. يعني انا مش بس عندي الموضوع مش فلوس، لا، في دور مجتمعي زي تدريب عمالة جديدة، زي نشر ثقافات معينة، ثقافة العمل أو ثقافات إنتاجية. تمام، فده لازم يحدد في هذه الوثيقة. كمان أنا يهمني القطاع الخاص لما بيدخل أي مكان بيدور على تقليص التكاليف. أحد أهم هذه التكاليف بتكون العمالة. طيب، يقلل العمالة بأنهي درجات؟
هل هيمشي لي العماله بنسبه 100% 50% 30%؟ ده شيء يضر ما يكسبش، تمام؟ فالمحافظه على العماله وزياده الانتاجيه وزياده المكسب هو دي الاهميه القصوى اللي احنا بندور عليها في هذه الوثيقه في الوقت الحالي. طيب اذا كانت في حاجات هتطرح للجمهور العادي في شكل طروحات حكوميه او في شكل اكتتاب مثلا اكتتاب او عن طريق البورصه بصوره او باخرى، ان كان المعنى تمام. هنحدد المدى الزمني، تمام، ولو اني انا شخصيا شايفه ان المدى الزمني مش هيجيب نتيجه معانا الفتره دي نتيجه تقلبات الاسواق العالميه والاقتصاد العالمي، وده شيء خارج عن ايدين الكل، وحتى نشوف فاعليه او يعني زياده حقيقيه في مستوى الدخول بالنسبه للمواطن المصري علشان يقدر يستثمر بجزء من الفلوس اللي هيدخرها علشان يرفع بيه اداء البورصه اللي في النهايه هتنجح اي طرح حقيقي، مش نجاح رقمي او شكلي زي ما شفنا في بعض الطروحات اللي قبل كده، تمام. فبرضو عايزين نعرف التفاصيل اللي الدولة بتفكر فيها وتطرحها بصورة فيها أكتر شفافية. كلام سليم وكلام موضوعي، وطبعا يعني حضرتك تقصدي بهذا الكلام أنه مؤكد أنه هذه الوثيقة ستكون محل حوار مجتمعي لفترة حتى يتم اعتمادها بشكل أو بآخر بما تحتوي. ربما وحضرتك بتشيري إلى بعض النقاط المهمة جدا زي ما حضرتك أشرت، وهي فكرة التخارج مع مستقبل العمالة في بعض الشركات. بيفرض تساؤل نفسه بالمعنى العام، هل التخارج سيكون من قطاعات، بمعنى خروج الدولة من قطاع بعينه مثلا ولتكن صناعة ما أو زراعة ما، أم ستكون تخرجات من شركات، يعني زي ما حضرتك أشرت في البداية إلى بيع بنسبة أيا كانت النسبة قليلة أو كبيرة، هل هذا هو الذي يقصد به فكرة التخرج؟ أنا رأيي الشخصي بأميل للاتجاه محدد، إني وليكن قطاع، القطاع ده فيه 10 شركات أو 10 مصانع مثلا، 5 أو 6 للقطاع الخاص كاملين يقدروا يبنوا فيهم ويزودوا خطوط انتاج ويحددوا اسعار ويتعاملوا، و4 للحكومه. الحكومه هنا هتلعب دور قوي جدا رقيب، لاني لو حصل ان القطاع الخاص او الست شركات بتوع القطاع الخاص رفعوا الاسعار قوي، الحكومه عندها القدره انها تنزل الاسعار عن طريق شركاتها، فبالتالي هيحصل التوازن في السوق. القطاع الخاص لو رفع التكاليف قوي او خفض التكاليف قوي، الشركات الحكوميه عندها القدره انها تنزل التكاليف او ترفع التكاليف، فيحصل توازن في السوق. يعني انا مش مع فكره ان يترك كاملا للقطاع الخاص او يترك كاملا للقطاع الحكومي، بل بالعكس انا شايفه ان المنافسه هتكون جيده ولصالح الدوله في النهايه. لو عندي قطاع معين فيه 6 شركات قطاع خاص، ده هيدي لهذا القطاع انتاجيه، فرص عمل حقيقيه، تصدير بنسبه قويه جدا، منتج ذو فعالية، وأسعار ممكن تكون أغلى شوية أو أقل شوية، بس هتكون أسعار واقعية، لأن القطاع الخاص في الأول وفي الآخر عايز يكسب، تمام، وبيدور على المكسب والاستمرارية. نعم. في نفس الوقت لو القطاع الخاص على الأسعار قوي، أنا عندي الشركات الحكومية تقدر تحدث التوازن المطلوب. التوازن، وده أعتقد أن اللي يقصده رئيس الوزراء بالرقيب والمنظم والحيادي التنافسي. والتنافسي. تمام. أنا يعني بشكر حضرتك شكر جزيل، شرفتينا. شكرا. ويعني هنتقل لمتابعة أخرى عبر الهاتف، أستاذة مريان عزمي خبيرة أسواق المال، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتينا في هذه القراءة التحليلية. الآن نذهب عبر الهاتف إلى الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء والمتحدثة الرسمية بشأن وثيقة ملكية الدولة للأصول. دكتورة جيهان، تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. دكتورة جيهان، دكتورة جيهان صالح، يبدو أننا فقدنا الاتصال
وسنعود هذا الاتصال ربما من جديد. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يعتمد على الوزراء في إعداد وثيقة ملكية الدولة للأصول، إنما على الخبراء والمختصين وكذلك من القطاع الخاص لتكون مستقلة ومحايدة. وثيقة شكلناها بطريقة مختلفة شوية، اسمحوا لي أن أنا أقولها بهذا الشكل. يعني أنا ما اعتمدتش على زملائي الوزراء ولا الأعضاء في الحكومة، إحنا شكلنا مجموعات عمل كان داخل فيها الوزارات زيهم زي بقية الجهات الأخرى، فبالتالي كان في معانا خبراء ومعانا مختصين ومعانا ممثلين للقطاع الخاص وإحنا بنعد هذه الوثيقة، واشتغلنا على مدار السبع شهور وعملنا أكتر من فيرجن وأكتر من مسودة، ويمكن ناقشناها في يعني جلسات مغلقة، ويمكن أنا بقولها ولا يعني بزاحها لأول مرة سرا، يعني أنا كنت بقعد فيها لوحدي مع الزملاء حتى بعيدا عن زملاء الوزراء عشان ما يبقاش في أي نوع من يعني الضغط في توجه معين، بحيث إنها تبقى وثيقة فعلا نطلع بقدر إن كان تبقى حاجة مستقلة ومحايدة. وعشان كده كنت دايما ببقى حريص إن إحنا أبقى عارف إيه وجهات نظر الخبراء اللي مش موجودين في الحكومة تجاه هذه الوثيقة. من جديد عاد إلينا الاتصال مع الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء والمتحدثة الرسمية بشأن هذه الوثيقة. دكتورة جيهان تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة جيهان. هل يمكن القول بأن هذه الوثيقة بتنفي هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي في هذا التوقيت لأهمية هذا الأمر؟ يعني أنا مش بقول هي بتنفي هيمنة الدولة، لأنها أنا مش شايفة الحقيقة أنه كان في هيمنة للدولة، لأن معظم حتى الأنشطة الاقتصادية اللي كانت الدولة بتقوم بيها كان بينفذها القطاع الخاص. ولكن أنا هقول أنه الوثيقة دلوقتي بتبين لنا طريق في المستقبل أو طريق من دلوقتي لقدام، أن بنشوف إيه الأنشطة الاقتصادية اللي الدولة بتفتح المجال للقطاع الخاص أنه هو يشتغل فيها يعني بحرية كاملة بمنافسة عادلة، ويكون فيها يعني استمرارية واستدامة لهذه القطاعات. دكتورة جيهان، طيب يعني نقدر نقول انه القطاعات التي ستتخرج منها الدولة والتي ستبقى فيها بتترجم المعايير الستة التي تحدث عنها رئيس الوزراء والموجودة في الوثيقة على اعتبارات اقتصادية فقط ولا على اعتبارات أمن قومي بالأساس؟ يعني كيف تقرأين هذه الاعتبارات؟ احنا في الأنشطة بتاعة الدولة يعني أنشطة هيتم التخرج منها بشكل كامل، وأنشطة هيكون في إبقاء الدولة مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية، وأنشطة أخرى هيتم الإبقاء مع زيادة أو رفع الاستثمار. المعيار اللي على أساسه هيتم الإبقاء أو التخارج هي في عندنا ست معايير اللي اطلقهم رئيس الوزراء واتكلم فيهم، اللي هي تصنيف السلعه او الخدمه او النشاط على انها ذات علاقه بالامن القومي، انه النشاط الانتاجي بيكون ممكن غير جاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه بسبب طبيعه النشاط، او تخرج الدوله من الصناعات المستهلكه والمشبعه بالسوق، دخول الدوله كمنظم وكممول وداعا للصناعات، ودخول الدوله لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص، وان وجود الاستثمارات العامه في هذا النشاط تحقق خفاء. دي الست معايير اللي بتحدد الخريطه بتاع تواجد الدوله في النشاط الاقتصادي. بناء على هذه المعايير هنبتدي نشوف عمليه التخارج، هل الدوله هتخرج ام هتبقى، ام هتبقى مع التخفيف او هتبقى مع الزياده في هذه الاستثمارات. بشكرك شكر جزيل دكتوره جيهان صالح المستشاره الاقتصاديه لرئيس مجلس الوزراء والمتحدثه الرسميه بشان وثيقه ملكيه الدوله للأصول، شكرا جزيلا لحضرتك. هذه الخدمة الإخبارية لتغطية هذه الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء حول وثيقة ملكية الدولة للأصول انتهت بعد لحظات قليلة، موجز بأهم وآخر الأنباء. شكرا وإلى اللقاء.